بعد الصمت اللي حصل من هرقل بعد ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته له، واللي كان في هذه الرسالة أنه يخير بين ثلاث، يا أنه يدخل في الإسلام أو أنه يدفع الجزية أو أنه يخرج بجيوشه يقاتل، قام النبي صلى الله عليه وسلم يرسل نفس الرسالة لباقي القبائل العربية المتحالفة مع الروم. وكانت هذه حركة جريئة جدا من رجل عربي ما يملك القوة الحربية اللي تملكها الإمبراطورية الرومانية، وما عمر رجل عربي قابل الإمبراطورية الرومانية بهذا الشكل. كانت هذه الحركة بس وصمت هرقل بحد ذاته انتصار عظيم جدا. الانتصار هذا لاحظوه المنافق، تعرفوا المنافقين النعم، فقط الحركة هذه وصمت هرقل فقط بحد ذاته فشل ذريع الخطط. تجمعوا مع بعضهم يتناقشون في المسألة وخرجوا بقرار، الحقيقة قرار جدا جريء. كان القرار هذا بأنهم يقطعون الجذر من أساسه اللي هو اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمعوا أمرهم وما كانوا يعرفون إيش اللي منتظرهم هناك. قصة اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جيش بقيادة خالد بن الوليد، وكان جيش صغير جدا بس لأي قبيلة. القبيلة هذه كانت محصنة وحصونها شبيهة بحصون خيبر وحصون الطائف، كانت حصونها شديدة جدا. كانت هذه القبيلة متحالفة مع الروم، وكانت القبيلة هذه مشهورة بأنها متدرعة ومتحصنة وعندها حماية ذاتية وقوية جدا. هل تنفع حصونهم هذه ضد سيف الله المسلول؟ وفي قصة اليوم رياح شديدة جدا تهب عليهم في تبوك، ومجاعة يدخلون فيها الصحابة بسبب هذيك المجاعة. تتجلى معجزات عجيبة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة المعجزات هذه أول مرة أسمع فيها، وما كنت أعرف أنها حصلت لرسول الله. أحداث الحقيقة كثيرة جدا وتفاصيلها عجيبة، بس قبلها لازم نرجع في الزمان إلى ما بعد حصار حصون الطائف. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف إلى المدينة، دخلت جزيرة العرب في جفاف شديد جدا. انقطع المطر من السماء وجفت الأرض وماتت المحاصيل وجفت حتى ضروع المواشي. فترة كانت شديدة جدا من الجفاف. فراحوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يستسقي لهم ويدعي لهم الله سبحانه وتعالى عسى المطر يرجع لهم وتنتعش الأرض من جديد. فعلا استسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمطرت السماء مطر قوي جدا، فانتعشت الأرض ورجعت الثمار وامتلت حتى ضروع المواشي بالألبان. بس يوم زانت الدنيا في عيون الصحابة وبدت الحياة يعني تصير وردية في عيونهم وبدوا يدخلون في مرحلة الاسترخاء والراحة، قام منادي للنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالجهاد. وانتشر الخبر في المدينة كاملة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لغزو الروم في فلسطين. فتنافر الصحابة، كل أخذ سلاحه وراحلته وخرج في سبيل الله. بس كان في بعض الصحابة اللي واقفين يناظرون في هذا المنظر، وكل شخص جنبه شيطان يوسوس له بأنه يجلس يستنى استرخ، وترى المسافة طويلة والعدو ضخم. كانوا يناظرون في هذا المنظر، وكل مرة يقولون بكرة بكرة بنقوم وبنجهز وإن شاء الله الأمور تزين. وكان بينهم صحابي اسمه أبو خيثمة، كان هذا الصحابي غني من أغنياء الصحابة، كان عنده بساتين وزوجات. كان هذا الصحابي يناظر في هذا الجيش وعنده نفس الشعور اللي عند باقي الصحابة، كل مرة يقول بعد ساعة ساعتين بقوم أجهز سلاحي وأخرج في سبيل الله. وفي عقلي دائما يتردد المسافة بعيدة والجيش صعب والأرض جافة والطريق وعير، لابد منك أنك تسترخي وتستعيد كل قواك عشان تخرج بكل قوة وبكل صلابة. ودائما يجينا هذا الشعور، ترى تسمع المؤذن وتقول بعد خمس دقائق بقوم أوضي وألحق الصلاة، وهذا كله شعور من الشيطان ترى. ونفس الشيء اللي حصل مع هذول الصحابة، كان يناظر في الصحابة وهم كل واحد محتزم بسلاحه وخارج في سبيل الله، وهو نفسه تقول له بعد شوية بتقوم مثلهم وتخرج في سبيل الله. جلس على هذا الحال، وهو كل شوية يقول بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين، حتى خرجت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. حركت الجيوش وهو باقي على حال هذا، وهذا اللي كان يبغاه الشيطان. فرجع عشان ياخذ سلاحه ويخرج في سبيل الله. في يوم دخل بستان، لا ناظر إلا بالبستان أخضر ولا بالثمار ناضجة ولا بالدنيا متزينة في عينه، ويناظر هناك إلا بزوجته ترش البستان وكأنه في حل. يقول تزينت لي الدنيا في عيني ورضيت بالحالة اللي أنا فيها، وكأن الشيطان غلبني. ونفسي بدت تقول لي بعد شوية بتخرج، الجيش ما خرج ما طول بعيد، باقي هنا قريب منه. في يوم خرج من عند زوجته الأولى راح لزوجته الثانية اللي كانت في بستان عظيم جدا حتى هي. في يوم دخل عليها في البستان ما لقيها، لكن لقي البستان الأخضر والثمار ناضجة والبراد، وكأن الحالة اللي هو فيها فعلا اختبار امتحان من الله سبحانه وتعالى. ناظر في نص البستان إلا بالمائدة عليها من كل ما لذ وطاب، قد جهزت الفطور له، كأن سبحان الله الامتحان قوي جدا عليه. وبدت معركته مع نفسه من هذيك اللحظة، بدت نفسي تقول لي اجلس افطر وارتاح شويتين، الجيش ما طول وما بيفوتك شيء، ترى قدامك جفاف وحر
بطريق وعرة وجيش ضخم. كلك اللقمتين هذه الأمور طيب، غلبني شيطاني فجلست حتى يوم كنت بين أهلي بدت النفس اللوامة تحترق جوتي، فأناظر في المنظر اللي فيه وأستوعب المنظر اللي أنا فيه، رسول الله في نص الشمس والريح مقبل على جيوش الروم وأبو خيثمة في ظل وبراد، فأقوم في نص أهلي وأقول ما هذا بالنصف. استغربوا أهلي كذا فجأة، قام وقال ما هذا بالنصف. قامت زوجته تقول له إيش فيك قمت كذا؟ قال أبو خيثمة والله ما أقيم في هذه النعمة ورسول الله في الشمس والحر والريح رايح يقاتل الروم، والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله. هيئ لي زادا، جهزوا لي أكل بأخرج في سبيل الله. فعلا قاموا زوجاته وهيئوا له الأكل والزاد وركب على راحلته حتى قرب يخرج من المدينة، فناظر في المنظر إلا بالأرض وعرة والحر شديد والعواصف كثيرة، طريق ما فيه ماء وهو الوحدة بيمشي في هذا الطريق. واللي يعرف الجزء الأول إيش قصينا فيه وكيف إن الصحابة دخلوا في مجاعات كثيرة في هذا الطريق والطريق ما كان فيه ماء، تخيل إن هذا الرجل بيمشي في هذا الطريق بس الوحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طيبة. قصة اليوم هي الجزء الثاني من قصة غزوة تبوك. إذا ما شفت الجزء الأول أتمنى منك أنك توقف المقطع هنا وتروح تشوف الجزء الأول عشان تستعيد الأحداث والتفاصيل اللي بتحتاجها في قصة اليوم. بس برضو في بعض النقاط المهمة جدا اللي لازم نذكرها قبل ما نبدأ حلقة اليوم. قبائل العرب زمان قبل الإسلام كانت عبارة عن قوى منفردة داخل جزيرة العرب، يعني عبارة عن دويلات، كل قبيلة تعتبر دولة معينة ولها قوة خاصة فيها ولها اقتصاد ولا يعني تتصرف كأنها دولة، لها حكومة ولها جيش ولها أسلحة خاصة فيها. وكانت قبائل العرب قبل يعني متنافرة، وكل قبيلة تقول أنا اللي أقوى وعندي الخير كله ويتفاخرون بأنفسهم. طبعا استغلت الروم هذه القبائل الضعيفة اللي تبغى تكون موجودة وتبغى حماية خاصة فيها وحمتها مقابل بعض الثمار وأنهم يكونون أذرع للروم داخل جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنها بهجوم على هذيك القبائل في مثابة هجوم على الإمبراطورية الرومانية، كأنها هجم على الروم مو هجم على قبيلة عربية. وفي السنة 9 هجري وبعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف وفي التحديد في شهر رجب وكان وقتها صيف شديد الحرارة، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالكاد يتنفس منقطع نفسه وقال يا رسول الله هرقل في فلسطين مع حلفائه من قبائل العرب مجهزين لك جيش كبير جدا وناوين على غزو المدينة وغزو دولة الإسلام. صارت متوسعة في ذاك الزمن، كل شيوخ القبائل هذولاك موجودين في فلسطين حاليا معاهرة وناوين نية شر. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالجهاد، لكن في أذان ثانية قاعد تسمع واللي هم مجموعة المنافقين اللي كانوا مع الجيش. ودامنا ذكرنا هذا الأمر خذ لك شيء تأكل ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال، اكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أحضر لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. بعد الصمت اللي حصل من هرقل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسل لجميع القبائل اللي متحالفة مع الروم. القبائل هذه كانت قبائل عربية لكن أغلبها قبائل يا يهودية يا نصرانية، كانوا من أهل الكتاب، ومن هنا حصلت موالاتهم للروم لأن الروم هي تعتبر يعني إمبراطورية شبه نصرانية، كانت ما بين النصرانية والوثنية، مرة تكون وثنية ومرة تكون نصرانية. وكانت في هذه الرسائل بأنهم يا يدخلون في الإسلام يا يدفعون الجزية مقابل الأمان والحماية يا يقاتلون، احموا أنفسكم. فانطلقوا الصحابة يوصلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل. وفي يوم من الأيام خرج رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة بأن في هذيك الليلة ستهب ريح شديدة جدا، فيقول النبي فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل، يعني يربطه. فقاموا الصحابة فعلا يلمون عفشهم ويجلسون ويتربطون يعني من هذه الريح. جاء الليل وهبت هذه الريح الشديدة، يقولون الصحابة بغت تشل نشعي. في يوم جاء الصباح وهديت الرياح اجتمعوا الصحابة مع بعض، لكن الصحابة ما كانوا كاملين، كان في اثنين من الصحابة مفقودين. قاموا الصحابة يدورون لهذول الاثنين وين راح، لقي واحد وجهه أزرق مخنوق من الريح، قد قام هذا الصحابي في الليل عشان يقضي حاجته
فخنقتها الريح حتى مات. أما الثاني ما لك يوها أبدا حول المخيم، فمشوا حتى قطعوا مسافة طويلة حتى وصلوا لجبل اسمه طيء. لقيوا هذا الصحابي مرمي في هذا الجبل. في الليل قد قام عشان يلحق بعيرة قد انفك، شلتها الريح. لحق بعيرة حتى شلتها الريح هو وبعيرة من شدة الرياح. هدت الرياح من هنا، لكن بدت عاصفة الجوع تمر على بطون الصحابة. فقام الصحابة يقسمون المؤونة لفترات طويلة، يعني زاد اليوم يكفيهم أيام طويلة. تخيل أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الجوع، فكانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يربطون على بطونهم من الجوع، يأخذون حجر ويحطون على المعدة ويربطونه. شوف هذا كله في سبيل الله. ففي يوم من الأيام أهديت جبنة فارسية للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت جاية من أحد القبائل اللي أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة. كانت قبيلة من قبائل العرب، لكن غير معروف من أي قبيلة. خافوا الصحابة، خافوا أنها تكون هذه الجبنة مسمومة، لكنهم اختلطت مشاعرهم ما بين الجوع وما بين الخوف. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. فقاموا الصحابة يقسمون هذه الجبنة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي وأكلوا الصحابة وما أصابهم شيء بإذن الله، وسدت هذيك الجبنة جوعهم في هذاك اليوم. لكن باقي الأيام الله وكيلك، جوع شديد جدا وحالة مزرية، كل هذا في سبيل الله، أسابيع وبطونهم فاضية، حتى إن الصحابي ينفض عفشه عشان يلقى التمرة والتمرتين. الله أكبر، شوف النعمة اللي حنا فيها يا أخي. الله أكبر، الله أكبر، اللهم لك الحمد. تقفل بحليب شوكولاته الصحابة رضي الله عنهم في جوع شديد في سبيل الله. طبعا الجبنة هذه اللي وصلتهم هدية كانت أول علامة للانتصار. بعد مرور أيام وأسابيع انتشر خبر خوف هرقل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هرقل صامت على الموضوع وساكت، وكأن هذا اعتراف بأن هرقل يستسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصل رسالة لباقي القبائل العربية المتحالفة معه بأن ما نقدر نحميكم منه. بدأ الكلام بين القبائل ينتشر، حتى بيوم من الأيام دخلت قبيلة من قبائل العرب النصرانية اللي كانت متحالفة مع الروم على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. كانوا سادة قبائل، وعليهم من ذا الصلبان، وعليهم يعني من هذه الشركيات اللي يعلمها الله سبحانه وتعالى. كانوا سادة من سادات قبائل مدينة أيلة، وهي قبيلة في جنوب الشام. كانوا عرب، دخلوا ومعهم بغلة بيضاء في يدهم. في يوم وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد، حنا سادة قبيلة أيلة، وحنا جايين يعني نبغى الأمان منك ونبغى نبايعك، أما هذه البغلة اللي في يدنا البيضاء فيه هدية لك، إن نبغى الأمان ولا نبغى مشاكل معكم أبدا. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فرفض، قالوا نقبل بالجزية يا محمد، نقبل بالجزية. ويوم عادوا رايحين قام النبي صلى الله عليه وسلم وأهداهم بردة، اللي هو مثل البشت نقول له، أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لسيده، سيد باقي القبائل هذه. كان هذا أول موقف انتصار للمسلمين، ويوم ورا يوم كل شوية تدخل قبيلة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن اليهود بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهود جرباء، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. بس بعد أيام بسيطة إلا برجل يمشي في الصحراء مقبل على تبوك، كان جاي من جهة المدينة. ناظر الصحابة وخافوا من هذا الرجل، أعوذ بالله من هو هذا الرجل، وش يبغى منهم، خاصة إن هذا الرجل كان حالته حالة، وكان أشعث، كان مغبر وجهه، وكان يتخبط يمين يسار من الجوع والعطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. تذكروا أن فعلا أبو خيثمة ما كان معهم، فانطلقوا الصحابة لهذا الرجل، إلا بالمنادي من هناك يقول أبا خيثمة يا رسول الله، أبا خيثمة. شوف سبحان الله، مشى الوحدة في الطريق والعطش، ومر بكل المجاعات اللي مروا فيها الصحابة لكنها الوحدة. يوم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يتمالك نفسه، انفجر بالبكاء، أناخ بعيرة وحطها على ركبه يبكي، يبكي بكاء شديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك، يعني ما كان بينك وبين الهلاك إلا شيء بسيط. قال أبو خيثمة وهو منهار من البكاء، كدت يا نبي الله أن أهلك، كدت أن أهلك بتخلفي عنك، وتزينت لي الدنيا، تزين لي مالي في عيني، وكدت أن أختاره على الجهاد. استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير والبركة، ولقبوه الصحابة بصاحب النفس اللوامة. فقام وقتها يقول أبيات بين الصحابة، فيقول أبو خيثمة في هذه الأبيات لما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرم، وبايعت باليمنى يدي لمحمد، فلم أكتسب إثما ولم أغش حرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة، صفايا كراما بسرها قد تحمما،
وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. تنافر الصحابة وعطوه من دزات والأكل والخير حتى استقام وشد صلبه يعني ورجع في صفوف المسلمين. الكثير والكثير من القبائل بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهم في تبوك، وبدت ملامح الانتصار تتجلى على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبدأ الروم يخسرون الكثير من الحلفاء اللي كانوا معهم في هذه اللحظة، ما عدا منطقة واحدة وهي منطقة في شمال جزيرة العرب. كانت هذه المنطقة ميب سهلة، مو بالشكل اللي تعتقد أنت. كانت هذه المنطقة حصونها شديدة جدا ومنيعة جدا، وكان الحكم في هذه المنطقة حكم ملكي ملكي قوي جدا. المنطقة هذه كانت دومة الجندل، كان ملكهم رجل اسمه أكيدر، ومن اسمه كذا تعرف أنه نصراني. كان أكيدر هذا عنده أخوان يساعدون في الحكم، كانت حصونهم منيعة جدا، أعتقد أن حصونهم كانت مبنية على الطريقة الرومانية. هنا جهز النبي صلى الله عليه وسلم 420 رجل ونادى بسيف الله المسلول خالد بن الوليد وعطاه الراية وعلمه على الوجه. نظر خالد بن الوليد في الجيش اللي هم 420 رجل ورايحين على حصن منيع جدا، ما هو أقل عن خيبر ولا عن حصون الطائف، ورجالها مسلحين ويعني إيش أسلحتهم رومانية أغلبها. قال يا رسول الله كيف أقدر عليهم يا رسول الله وهم في حصونهم وما معي إلا 420 رجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستجده يصيد البقر فتأخذها. والكلام هذا عجيب وقتها، إيش بيطلع الملك من خارج مملكته عشان يصيد بقر؟ لكن الكلام هذا هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فقام خالد بن الوليد وانطلق بالجيش متجه لهذه الحصون المنيعة. في يوم قربوا من هذه الحصون يقول نظرنا إلا بملكهم فوق سطح الحصن، نشوفه كان يسكر ومعها نساء يعني مروق الولد، كان داقها إلى الكوع ومع الشلة. يقولوا حنا الناظر تذكرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول ستجده يصيد البقر فتأخذه، بس هو فوق السطح. بس بعد فترة بسيطة إلا بمجموعة من البقر يتجهون للحصن، قامت هذه البقر وصلت لها باب الحصن وتحك قرونها بالحصن. شوف سبحان الله في منظر غريب جدا، وجلسوا الأبقار يحكون بقرونهم على الباب حتى أصدرت صوت عالي. سمعه أكيدر الملك، فقام أكيدر هذا يناظر في الباب من فوق السطح، يناظر إلا والله بالبقر تحك بقرونها. قال هو مستغرب، والله لو كنا نبغى نصيدها ما جت لنا، حنا نطلع لها ونقعد نلحقها في نص الأرض وهي في هذا الليل تيجي تحك بقرونها في باب الحصن، والله إنها صيدة ما تتفوت. تنزل الملك ومعه أخوانه، افتح باب الحصن وركبوا خيولهم وركضوا، فتشاردت البقر. بس شوف العجيب وين شردت، يقولون الصحابة نشوف البقر لا تشرد جهتنا. قام خالد بن الوليد يأمر الجيش بأنه يتخبى في الأشجار، فتخبينا وكتمنا حتى أنفاسنا، يقولون والله إن حتى الخيول سكتت وكأنها معجزة، هجتت الخيول ما لها صوت وكلنا نترقى، إلا فعلا البقر يهربون من أمامنا إلا بالملك واللي معه وأخوانه يمشون من عندنا. في يوم مروا من عندنا هجمنا عليهم. وقتها قام واحد من الصحابة يقول هذا الأبيات: تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. هجموا الصحابة على الملك وأخوانه، هجموا هجمة رجل واحد، فقاتلوا قتال شديد، لكن الله سبحانه وتعالى نصر الصحابة عليهم فأسروا أكيدر الملك وقتلوا أخوه وشردوا البقية ودخلوا الحصن وقفلوا على أنفسهم. جاء خالد بن الوليد الأكيدر وقال له: تراك أنت بيننا في عداد الموت، لكني بقدر أجيرك من القتل. قال: وش تبغى؟ أمرني بس أهم شيء لا تقتلني. قال: افتح لنا باب الحصن وأنت في أمان. قال: خلاص تم، أهم شيء لا تقتلوني. مسك خالد بن الوليد وساقه لباب الحصن، فنادى أكيدر: آمركم أن تفتحوا الحصن. عم الصمت، ما في أحد قاعد يرد إلا بصوت من داخل الحصن يقول: لن نفتح الحصن أبدا، أنت يا أكيدر كنت ملك، الحين خليك مع نفسك. ناظر خالد في الملك قال: ايش السالفة، انت ما انت ملك عليهم؟ فقال الملك: تعلم والله لا يفتحون لي ما دمت في وثاق، انت مربطني الحين، فخل عني والله لا افتح لك الحصن، وفوق ذا كله لا اعطيك من المال حتى ارضيك. قال خالد بن الوليد: موافق، بفك وثاقك لكن بشرط ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم امرني اني اخذك معي الى تبوك. فترك جاي معنا جاي معنا. قال تم، فك خالد بن الوليد وثاقه وأمره من جديد الملك: افتحوا باب الحصن، أمركم بأن تفتحوا باب الحصن. فتحوا باب الحصن، دامه الوحدة ومفكوك. دخل أكيدر ودخل خالد بن الوليد وعطاه من الأموال حتى رضي خالد بن الوليد، وأسروا أكيدر ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أموال كثيرة. دخل أكيدر على النبي صلى الله عليه وسلم وبيد النبي صلى الله عليه وسلم سترة أخوه، والصحابة يلمسونها من جمالها، يقولون الصحابة: والله ما رأينا سترة أجمل منها قط. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لما نادير سعد بن معاذ في الجنة خير مما ترون. الله أكبر، سعد بن معاذ قد ذكرنا قصته في غزوة الخندق، هذا الرجل صدق مع الله سبحانه وتعالى، في يوم مات في غزوة الخندق اهتز
موتى عرش الرحمن، وهو من المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمناديل سعد بن معاذة في الجنة خير مما ترون. هذه المناديل اللي هي الله يكرمكم اللي نتمخط بها ونمسح بها الوسخات، شيء بسيط يعني قطعة صغيرة. الله أكبر. المهم إن مرت الأيام وكل شوية الدولة الرومانية ينشق من عندهم قبيلة وتنضم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنها الدولة الرومانية تتفكك شيء فشيء. لو ما أبدأ هرقل أي موقف بيخسر خسارة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مر بوعكة صحية، وكان النبي من بعد ما أكل الشاه المسمومة يمر عليه شيء من الحمى من فترة لفترة، يمرض اللهم صل وسلم عليه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة اسمه عوف بن مالك، يقول عوف وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان داخل قبة من طين، فقل يوم وصلت قلت يا رسول الله أدخل؟ قال نعم أدخل. فقال يا رسول الله كلي أو جزء مني؟ فقال بل كلك أدخل كامل. قل فدخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلست عنده، أخبرني بخبر عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في حمى، كانت الكلمة هذه مثل الصاعقة على هذا الصحابي. ثم فتح بيت المقدس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن ما بنفتح المسجد الأقصى إلا بعد موت النبي، مو الحين راح نفتح. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني مثل وباء ينتشر فيكم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يجيكم خير من الأموال والرزق حتى إن الرجل تعطيه 100 دينار يقول لك ابن الحلال خليها لك، يظل ساخط يقول لا ما يكفاه أبي زيادة من كثرة المال. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب حتى دخلت، وقالوا أهل العلم في هذه بأن هو التطور الحالي اللي قاعد نعيشه من الجوالات والسوشيال ميديا، وأن الفتنة حتى توصلك داخل بيتك وبين أهلك حتى وإن قفلت الباب لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته فعلا. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، وبني الأصفر هم الروم، يعني تكون بين العرب وبين الروم هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي راية، يعني تحت كل غاية 12,000، يعني تحت كل راية 12,000. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هم 12,000 هذولا، هل هم ناس بشر؟ هل هم كتائب؟ الله أعلم. تحت كل غاية 12,000، أظن هذه ملحمة آخر الزمان والله أعلم. فخرج عوف بن مالك وهو يعني إيش قاعد يفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مختلطة مشاعره بين الخوف وبين الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يعني بخبر أكيد أنه بيمر على كل الناس ولكنه يوجع القلب موتي، وأنهم ما راح يفتحون بيت المقدس إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج وأخبر الصحابة، أخبرهم بهذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بأن ما راح نفتح بيت المقدس الحين، وإن ما راح نفتحه إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمعوا هذا الخبر حزنوا حزن شديد جدا، أنك تسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفارق الحياة وانت عاشرته وجلست معاه أمر ما هو بسيط أبدا. فمن بعد هذه اللحظة رسمت ملامح الحزن على وجوه الصحابة، وكل واحد على بطنه حجر من الجوع، حتى أن في 3 من الصحابة يقولون في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي صلينا صلاة العشاء وحنا من فقراء الصحابة، الجميع راحنا إلا حنا كنا ننتظر عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله دائما يدخل ويدور لها أكل عشان يعطينا، وكنا على هذا الحال عشان ما نموت جوع، لنا حنا من فقراء الصحابة ما معنا إلا شيء بسيط يعني يقوم صلبنا، خلص هذا الشيء البسيط ما بقينا إلا على لحم بطون. كان النبي دائما يتصدق عليهم، كل مرة نوصل لمرحلة الموت نوقف عند باب النبي والنبي يدخل يعطينا شيء من الأكل. إلا بليلة من الليالي كنا متهالكين، يعني وصلنا مرحلة الموت ذيك، وقفنا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل قبته اللي من طين يدور شيء من الأكل. في يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيده شيء، كان خالي اليدين، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي أكل، فاستحينا إلا هو ينادي يا بلال يا بلال، ينادي بلال بن رباح، يقولون فأقبل بلال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يا بلال هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ يعني باقي عندك عشاء شيء نعطي هذول النفر؟ قال بلال لا والذي بعثك بالحق، لقد نفضنا جرابنا وحمتنا، لحسنا الصحون من الجوع. فقال النبي انظر عسى أن تجد شيئا. فقام بلال يقلب الجراب ويدور بينها، قام ينفض الجراب واحد واحد، ينفض يدور أي قطعة خبز أي تمر، جلس ينفض في هذا الجراب وكل شوية تطيح تمرة تمرتين تمرة تمرتين حتى أصبحت 7. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 تمرات، يقولون الصحابة والله والله إنها نشوفها أكثر بكثير مما نعتقد من الجوع اللي كنا فيه. فأمر النبي بصحفة فحط 7 تمرات، ثم حط يده الشريفة فوق 7 تمرات هذه، وجلس ماسك هذه 7 تمرات، ثم قال للصحابة كلوا كلوا بسم الله. بدأ الصحابة يأكلون، كل واحد يأخذ تمرة ويأكلها. يقول واحد من الصحابة والله العلي العظيم إني أحصيت 54 تمرة أكلتها من تحت يده، وإني لأعد النواح وحدة وحدة، يعني
إذا كلت تمر يبقى النواة هذه، يقول عديتها واحدة واحدة 54 تمرة كلتها أنا لوحدي من السبع اللي تحت يده. الله أكبر، سبحان الله. ومو أنا بس، أصحابي نفس الشيء، أحدها ما بين 60 و50، كل واحد أكل من 60 و50 تمرة. الله أكبر، سبحان الله. يقول أكلنا حتى شبعنا، وصلنا مرحلة الشبع والرضا، بطنك رضي عن الأكل اللي أكلته، فرفعنا أيدينا من الأكل خلاص، يعني أكلت لي درجة أنك تقول الحمد لله خلاص ما تبغى. شوف العجيب، سبحان الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إذا بالسبع تمرات زي ما هي، يعني أكلوا كل واحد من 50 و60 تمرة من تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع يده والسبع تمرات زي ما هي. الله أكبر، الله أكبر. فقال يا بلال ارفعها في جرابك فإنه لا يأكل منها أحد إلا انهل شبع. الله أكبر، شو من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وما خلصت قصة السبع تمرات هنا، جلسوا فقراء الصحابة يأكلون من السبع تمرات هذه، كل مرة بعد صلاة العشاء يتجمعون ويأكلون من السبع تمرات هذه، ويردها النبي صلى الله عليه وسلم نفسها في جراب بلال بن رباح، حتى قال رسول الله لولا أن أستحي من رب لأكلنا من هذا التمر حتى نرد المدينة عن آخرنا. الله أكبر. طبعا المنافقين في هذه اللحظة كانوا يحترقون من الداخل، ما هم راضين عن المنظر اللي هم شايفينه. كل قبائل العرب بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتغلب النبي صلى الله عليه وسلم على الروم في موقف واضح وصريح. أغلب القبائل اللي كانت تحت حكم الروم انشقت من حكم الروم، ولا قدر يقول هرقل حرف. منظر انتصار واضح، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الانتصار، وعرف من الله سبحانه وتعالى أن بيت المقدس لن يفتح إلا بعد موته، فأمر الصحابة بأنهم يلمون العفوش ويرجعون للمدينة خلاص. فنادى منادي أن خلاص تجهزوا بنرجع المدينة. كان الصحابة في جوع شديد جدا، الصحابة عيونهم على غنائم دومة الجندل، الأموال اللي أعطاها كيدر لخالد بن الوليد كانت أغلبها مواشي راحلة وأموال وذهب، كان في خاطرهم أنهم يذبحون شيء من الراحلة يأكلون منها عشان يستشدون للعودة للمدينة. فدخلوا على رسول الله وقالوا له يا رسول الله اسمح لنا أن نذبح شيء من الغنائم هذه. سمح لهم رسول الله، فرجعوا على هذه الراحلة وخلاص عادت سكاكينهم على نحورها، إلا بصوت ضخم ينادي عليهم أمسكوا أمسكوا. ناظروا إلا هو عمر بن الخطاب، قالوا ايش تسوون أنتم تذبحون من الغنائم؟ قالوا أذن لنا رسول الله يا عمر. قال أمسكوا عن نحرها. فانطلق عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في يوم أذن له النبي في الدخول دخل وقال له يا رسول الله أذنت للناس في نحر راحلتهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلي ما بلغ منهم الجوع فأذنت له وهم قافلون إلى أهلهم، يعني خلاص بنرجع المدينة يعني ما ورانا حرب ولا شيء. فقال عمر يا رسول الله مشورتي لك لا تفعل لا تفعل، قد ذبحوا أغلب راحلتهم من قبل وأتعبتهم ظهورهم، ورانا طريق طويلة نحتاج فيها الراحلة هذه، ولكن يا رسول الله ادعوا بفضل أزوادهم اللي هي بقايا الأكل ثم اجمعها فادعوا الله سبحانه وتعالى فيها البركة فإن الله عز وجل يستجيب لك. إلا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي اللي عنده شيء من بقايا الأكل يجيبه. جمعوا الصحابة بقايا أكله، واللي جاب بقايا قطع خبز، واللي جاب تمرتين، واللي جاب أشياء بقايا جدا قليلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى، جلس يدعو الله سبحانه وتعالى، والصحابة ماسكين أوعيتهم الوعاء، كل واحد معه وعاء ينتظر متى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش يسمح لهم بأخذ الطعام اللي يكفيهم. فعلا خلص النبي ونادى المنادي هلموا إلى الطعام، كل واحد يأخذ قسمة من الطعام هذا. كانوا الصحابة يأخذون من هذا الطعام ويملون كرابهم، واللي يملي ثوبه واللي يملي جيوبه، وكل واحد اكتفى من الأكل وباقي الأكل زي ما هو، يعني كل واحد يقسم له من الأكل هذا ويبقى بقايا كثيرة، حتى إن صاروا الصحابة ينثرون يعني على صحونهم على خلاص عشان الباقي ما يرمونه، بقي أكل وصاروا إيش كل واحد ينثر الباقي على الصحن من فوق من كثرة الأكل اللي باقي. وكان النبي ناظر في هذا المنظر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وإني عبده ورسوله، وأشهد أنه لا يقولها أحد من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار. وقتها كان المنافقين يناظرون في هذا المنظر وهم يحترقون، كل واحد معه قربته ويعبي من ذا الأكل، يعني بجاحة فوق البجاحة، لكنهم يحترقون من الداخل، كانوا يحترقون من الداخل، وكانوا معلقين أملهم في هرقل وإنهم بيهجمون الروم عليهم ويقضون على المسلمين. في يوم تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر وأن الروم صاروا يهابون
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا لازم نجتمع ونخطط على خطة، لابد الإسلام هذا ينقضي من جذره. قالوا وش نسوي؟ قال واحد فيهم تفكرون في اللي يفكر فيه، قالوا لا يرحم أمك هدينا الموضوع. قال ما معنى إلا كذا، قالوا نغتاله ولو عرفوا عنا إذا قتلناه بينقلبون علينا. قالوا أقل شيء أرحنا الناس منه، هذا هو حلنا الأخير، ما في غير كذا. فأجمعوا أمرهم، قرروا على أنهم يخططون على خطة خبيثة. في يوم خلاص جهزوا جيوش النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يرجعون إلا بقبائل فلسطين يدخلون تبوك. قبائل فلسطين، الله أكبر، نصر هذا من الله سبحانه وتعالى. دخلوا عليهم هم معلقين الصلبان، كانوا نصارى، كلهم كانوا نصارى، وكان بينهم رجل اللي هو تميم الداري. أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت ملامحه، كان مشاعره ما بين الخوف والفرحة بأن شافه. في يوم وصلت القبائل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وتميم الداري بينهم، قال سيد هذه القبائل حنا مبايعين لك على الجزية. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرفضوا كلهم إلا تميم الداري خرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. في موقف اقشعرها الأبدع، ناظروا القبائل قالوا وش فيه ذا متحمس. في يوم بايعوا رسول الله وقاموا يبغون يرجعون لفلسطين، قال تميم الداري عودوا أنا جالس مع رسول الله. قال وأموالك وخيرك هناك كله وبيتك وأهلك، قال أنا مهاجر لله ولرسوله، ببقى مع رسول الله وراجع للمدينة. الله أكبر، استغربوا الصحابة يعني من موقفه، كان نصراني وأسلم بالسرعة هذه، وكان يعني وجهه من البداية ما كان في شيء. فقام تميم الداري وجالس مع رسول الله وأخبره بقصة عجيبة جدا حصلت له. كانت هذه القصة سبب في إسلامه وفي دخوله في الإسلام. ما تتوقعون وش السبب اللي خلاه يدخل في الإسلام، لكن بقصة بقصة خاصة، بس بعطيكم تلميحة اللي كان سبب في دخوله للإسلام هو المسيح الدجال. القصة إن شاء الله في قصة منفصلة تماما بإذن الله. فعلا قام تميم الداري ورجع مع جيوش النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكان وقتها رمضان، كانوا يصومون، كانوا يمشون في الليل ويرتاحون في الصباح، وكانت عيون المنافقين ما تطمن خير. فمشت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا لمكان فيه مفترق طرق، طريق يوديك للجبل وطريق يوديك من الوادي. طبعا الوادي يكون أسهل بكثير بالنسبة للجيوش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كامل إنهم يأخذون هذا الوادي، وكان هذا الخيار يعني إيش الأفضل بكثير بالنسبة للجيش، الوادي أسهل وأريح للجيش. لكن الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطريق الثاني، طريق الجبل، وكان عقبة، يعني تطلع جبل عقبة، طريق طويل جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذاك الطريق، وأمر الصحابة أن ما في أحد يلحقه إلا اثنين، كان معه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. هذول الاثنين، كان عمار بن ياسر يسوق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة بن اليمان يمشي خلفه. وهنا المنافقين فكروا بفكرة، فكرة شيطانية، قالوا خلونا نلحق رسول الله ونغتاله في هذا الوقت، ما معنى إلا كذا، هذا الوقت المناسب. فعلا انتظروا لين الجيش سلك طريق الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع في هذا الظلام هذا الجبل وبدأ يمشي في الجبل، وكان وقتها ظلام شديد. فيقول عمار بن ياسر وأنا أسوق راحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ب12 رجل يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 300، يقولون ما نشوف شيء لكن حسينا بشعور أن في أحد. فناظر عمار فيهم وبدأ عمار يضرب وجيه الراحلة بعصاه، لكنهم استمروا وبدوا يدفون راحلة النبي وحاولوا بشتى الوسائل أنهم يدفونه من العقبة، واللي ما يعرف العقبة أن هنا فلتة وهنا جبل. قاموا هم يدفون النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة عشان يطيح. قام النبي يقول قد حسبي، يقول لراحلته، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من الراحلة. في يوم شافوا النبي نزل خافوا رسول الله فشاردوا، تشاردوا كله. فشلت خطة المنافقين في اغتيال رسول الله. في يوم رجعوا وجاء عمار للنبي صلى الله عليه وسلم يتطمن عليه، فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ قال لا والله يا رسول الله، عرفتهم من راحلته، عرفت فلان من راحلته وفلان من راحلته، لكن وجيههم ملثمة ما عرفتهم من وجيههم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزاحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها، كانوا يبغون يدفون النبي صلى الله عليه وسلم ويلقونه من العقبة هذه من الجبل، لكن الله حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحس المنافقين أنها خلاص خططهم كلها فشلت، والنبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله سبحانه وتعالى وخيب الله سبحانه وتعالى كل خططهم. كمل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل حتى نزل منه. في يوم شافوا المنافقين أن خلاص وضعه مزري، قالوا شو رايكم نذكر النبي بوعده؟ أقل شيء نذكره بوعده يصلي لنا في مسجدنا، واللي هو المسجد اللي بنوه في الأصل عشان يخذلون المسلمين على الخروج في سبيل الله. كان مسجد مخصص فقط للمنافقين يجتمعون فيه المنافقين، وسمي هذا المسجد بمسجد ضرار. بعدها كان قصدهم انهم يموهون على المسلمين ويخبون يعني ايش انفسهم عن المسلمين، اذا صلى محمد فيه ما حد بيشك فينا بعدها. فطلبوا من رسول الله انه يصلي في مسجدهم، لكن الوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم
فقال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة يحرقون المسجد. فانطلقوا الصحابة لين وصلوا المسجد ضرار وحرقوا كامل. كذا تدمروا المنافقين تماما، عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفشلت كل خططهم، وحتى مسجدهم اللي بنوه عشان يفرقون المؤمنين فيه حرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخابوا وخابت أحلامهم، ومن بعد هذيك اللحظة ما قامت لهم شوكة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت نهايتهم في الدنيا، أما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار. فمهما كثر عددهم وطال زمنهم وقويت شوكتهم، عليهم لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة. المهم خلاص، وصلت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبدأوا يشوفون جبل أحد من بعيد إلا بأصوات أهل المدينة. كانوا فرحانين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يغنون بأشد الصوت، لكن كان بينهم بعض الصحابة اللي تخلفوا عن هذه الغزوة، جلسوا في المدينة وما كان معهم عذر، وكانوا هذول الصحابة مشهود لهم بالخير. كانوا هذول الصحابة على أصابهم خايفين خوف شديد، ما يعرفون ايش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم عذر. في يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وصلى ركعتين، أقبلوا الناس اللي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من المنافقين واللي عندهم أعذار يتعذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستغفر لهم. ما عدا هذول الثلاثة ما يبغون يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم بكذبة، وما عندهم عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تكلموا أحدا منهم تخلف عنا، ولا تجالسوه حتى آذن لكم. وبإذن الله الحلقة الجاية بنقص قصة هذول الصحابة وش اللي حصل لهم بالضبط. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، شوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيها بنقص قصة الثلاثة صحابة هذول اللي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قصة حزينة جدا، قصة مؤثرة يعني حقيقة، كنت بضمها في هذا الجزء لكن زي ما أنتم شايفين مقطع طويل جدا. بإذن الله بتشوفوني الأيام الجاية أكثر وأكثر، ما راح يصير في قطع زي قبل. دعاكم لنا. في الأخير نقول: لا تنسون تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وتروحون تشوفون باقي السلاسل اللي موجودة على هذه القناة، في 4 سلاسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، وراح توحشوني. السلام عليكم ورحمة الله.